جائزة أفضل مطربة ممثلة، وهذه الجائزة ستذهب إلى الفنانة. أفضل مطربة ممثلة هي الفنانة النجمة المتألقة شيرين عبد النور. بالبداية بدي أقول أنا كتير مبسوطة أني موجودة معكم الليلة. بدي أشكر كل الجمهور يلي فعلا من وراء تصويته أنا موجودة هون، وبدي أشكر كل الأشخاص يلي شجعوني، وطبعا مبروك كتير كبير لكل شخص ولكل ممثل أو مطرب أخذ هالجائزة وللي يحضوها كمان شوي. مرسي ليكي وألف مبروك. ألف مبروك يا سيدي.